اوكي جوند مقطع يا حبايب، نزلت مقطع على قناتي الثانيه هي مقارنه بين قمر مار وديار مار في جمهور ديار مار وقمر مار. اريدكم كلكم تروحون على القناه الثانيه وتفجروها باللايكات وبالاشتراكات يا حبايب. اريد كلكم اشوفكم هناك وتشوفون من فاز بهذه المقارنه. حطكم رابط الوصف جيش ديار وقمر، كلكم اريد اشوفكم هناك. الخبر الاول اللي عدنا عن المتابعين وتهجمهم على قمر مار واتهامها انه هي شيعيه. فقمر مار نزلت على حسب بالانستغرام هذا الستوري اللي كانت قاعده تقول بيه انه البكاء على الامام الحسين هذا الشيء ما يكفي، لان الحسين ما يحتاج لهذا الشيء، الحسين شهيد للاصلاح فاذا شاركنا بالاصلاح نصرناه. فالمتابعين صاروا يهجمون عليه ويقولوا انه انت اساسا مذهبي الشيعي. في طلعت وردت عليهم يا حبايب، نزلت هذا الستوري تقول يا جماعه بليز بطلوا الاسئله مال تفرقه طائفية شيعة والسنة، أنا مسلمة وبس. فكتبوا يا حبايب بالكومنتات شو رأيكم بهذا الخبر واللي سوته قمر مار، هل تتفقون وياها بالكلام إنه إحنا مسلمين بس ما لنا بالطائفية؟ ننتقل حاليا ليارا مار اللي نزلت على حسبها بالإنستغرام هذا الستوري كانت تتكلم من خلاله إنه اليوم يا حبايب راح تنزل مقلب على قناتها باليوتيوب بأصدقاء نور مار، إنه راح تنشر رقمهم بكل مكان والفانزات راح تصير تقولهم. وطبعا هذول الأصدقاء يا حبايب هم أصدقاء نور مار ويارا مار بنفس الوقت، فهذا الشيء ممكن يخلي إنه يارا مار ترجع الفريق إذا صارت مفاوضات، فما راح أحطكم الستوريات تشوفوها. يا جماعة انكم كتير حابين انكم تشوفوا الفيديو، فقررت انه بكرة على الساعة 4 انزلكم الفيديو، سو كلياتكم كونوا جاهزين الساعة 4. ندخل حاليا الامير الحسين وشو رد على محمد كريم بعد ما هو نزل شوية ستوريات كان يطلب من المتابعين انه يقطع العلاقة هو واميرة، وبعد ما ينزلونهم ستوريات لكل واحد بطريقة. فنزلت هذا الستوري كاتبة بي لا تتوقع اني احب غيرك، كان الستوري كان مع المادة تبكي بي وتقول ان هي مرضانة ونشوفها عيوني وجع الراس ومدري شنو، فالله يسعد فيها يا رب وان شاء الله تحسن باسرع وقت. وطبعا لا تنسوني حابب تكتبوا لنا بالكومنتات انه شو رايكم باللي قاعد يصير بين اميره وحمد كريم بهذه الفتره. ندخل حاليا مريانه غريب اللي نزلت هذا الستوري يقول اخترت نفسي فانتهت كثير من العلاقات، وصار اخر 48 ساعه ما تنزل ولا ستوري غير هذا الستوري كانت تبكي بي، فهذا اللي خلى اغلب المتابعين صاروا يتوقعوا ان هي حاليا تمر بفتره اكتئاب او بنفس الوقت ممكن هي تركت حبيبها. فلهذا نزلت هذا الستوري تقول اخترت نفسي فانتهت هواي علاقات، فما ادري صراحه يا احباب بالكومنتات شنو توقعاتكم الموضوع. ندخل حاليا الياس وكارولين واستهزاهم بنارين بيوتي ونور ستارز، ففتحوا بث مباشر ويا بعض وصار يقلدون يستهزئون بنور ستارز ومنارين بيوتي بمشكله صارت بيناتهم، فالمتابعين صاروا يتهجمون عليهم انه ما يصير يسوون هذا الشيء. فما ادري صراحه اكتبوا احباب بالكومنتات هل يستحقون التهجم ولا لا، وشوفوا اللقطه ضحكوا عليهم. يا حلميه الفكر يا سراء اخذتي فكرتي، يور سيك يو نيد هيلب. على فكره احنا ما لحقنا فكرتي. الفكره فكرتي باري فكرة ما حدا عمل كل البيوت، انا اول حدا بعمل ايه، بس انا يعني عادي يعني انا شفتك عند الصالون وحكينا بالموضوع وقلت عادي يعني، وانا قلت لك انه انا رح اعمل هذا الشيء مع برهون، ليه عم تكذبي؟ انا 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 ما كنت متوقع انه تنسخي نسخ لصق، انا 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 يعني انا عم بحكي لك اسراري وكيف رح تعمليها؟ كنا متفقين نحن نعملها، انت ما حكيتي لي، انت عم تكذبي حاليا. على فكرة انت والبردقان اللي ما عرفني بدي اشركم فرشت. على فكرة ما كمان بهاي بتسرقي بتسرقي كمان كلمات، المفروض تخترعي شيء جديد مو برتقالة معفنة. على فكرة بعرفك انت والموزة المعفنة، انت موزة انت ويا موزة برهوم. موزة مين؟ موزة برهوم. برهوم موزه. انت وبرهوم الموزه المعفنه سرقتوا لي فكرتي. اذا انا موزه معفنه مو انت يا حمارة، مو انت برهوم. اذا برهوم موزه معفنه انت كل دموعك تماسيح. على فكره هدول الدموع حقيقيين بس ما هم مبينين من الفلتر. يشوف فولجير انت. اي لازم يقولوها كانوا على فكرة لانه ما تركوا لهجة بولغير. بولغير حتى ما بعرف اي لغة هاي. على فكرة انت 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 كتير شو اسمه شو كان فير. انت فير. هو المشكلة كنت بدي احكي كلمة بالتركي بس قلت هلا في ناس بفهم. قوم يهم مقطع يا حبايب لا تنسون المقارنة اللي سويتها على القناة الثانية بين يارا وقمر، فالكل يروح يشوفها يا حبايب وفجروا مقطع بلايكات، فجروا هذا المقطع بلايكات، جيش يارا وقمر متخسرون وبس، شاركوا فايزين من قناة ميت القصص، ومع السلامة.